ثلاثة نواب معارضين ينضمون إلى الحكومة الكويتية للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود. الحكومة الرابعة للشيخ صباح الخالد خلال عامين تأمل أن يكون الوزراء الجدد جسراً يتم من خلاله التعاون مع الكتلة الرئيسية للمعارضة التي أدى الصدام معها إلى تعطيل جلسات البرلمان خلال دور الانعقاد الأول. انضمام نواب المعارضة الثلاثة إلى الحكومة سيبقى أثره مرهون بمدى تأثيرهم في صناعة القرار الحكومي وتأثيرهم كذلك على كتلتهم المعارضة التي تشهد انقساما وتشرذما كبيرا. تعاون يعول الكثيرون على تمكنه من مواجهة تحديات رئيسية تمارس مهامها واختصاصاتها في ظل التحديات المحلية والخليجية والعربية والإقليمية، والمفترض أن يكون كل وزير لديه أجندة خاصة يعلن عنها حتى تكون الكويت في مصاف الدول المتقدمة، خاصة أن الكويت تملك رؤية 2035. أما الملف الاقتصادي فهو الأكثر إلحاحا برأي الكثيرين الذين يطالبون بإقرار تشريعات أساسية لتعزيز الاقتصاد. ما هو مطلوب اليوم لعلاج مشكلة شح سيولة الاحتياطي العام هو إقراء قانون جديد للدين العام يكون مناسب لوضع الكويت المالي حاليا والإنفاق الجاري المستمر، وإقراء قانون يسمح بالسحب المنظم من احتياطي الأجيال لسد العجز إن وجد في الحساب الختامي. هذه الإقرار هذه القوانين يضمن عدم يعني تخفيض التصنيف الائتماني أو المزيد من التخفيض للتصنيف الائتماني قبل وكالة التصنيف الائتماني العالمية. الجمع بين السياسيين والتكنوقراط قد يعطي الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع التحديات الرئيسية، لكن هل ستنجح الحكومة ومؤيدوها من النواب الذين باتوا يمتلكون الأغلبية في البرلمان في تنفيذ استراتيجيتها في ظل استمرار فئة من المعارضة بالمطالبة برحيل الرئيسين؟ خاصة وأن إقرار القوانين المتعلقة بالحريات والإصلاح الاقتصادي والنظام الانتخابي ستكون المحك لنجاح الحكومة والمعارضة على حد سواء. ويبقى السؤال، هل ستستثمر الحكومة الجديدة وجود معارضين في صفوفها لخلق علاقة تعاون مع البرلمان، علاقة أساسها احترام الثوابت الدستورية والمصلحة العليا لمواجهة تحديات مفصلية، أم أنها ستغوص كسابقاتها في الرمال المتحركة للسياسة؟ سالع نزي، سكانوز عربية، الكويت.